الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. شهد العالم خلال الفترة الماضية عدداً من الظواهر الجوية غير المألوفة، واللي غالباً بيتم الربط بينها وبين التغيرات المناخية وما نتج عنها من تأثيرات خاصة على درجات الحرارة. أهلاً بكم في تغطية جديدة. هنتكلم النهاردة عن تدهور حالة الطقس في العراق والهند وخطورتها على الغذاء ومدى تأثر مصر بهذه الموجة. بحسب خبراء هيئة الأرصاد، فقد ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في العام الماضي، فكان صيف 2021 الأعلى من حيث تسجيل درجات الحرارة، فتجاوز ارتفاع درجات الحرارة ببعض دول الخليج ل 55 درجة مئوية بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. وتوقع خبراء الأرصاد أن يتضاعف تأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري خاصة على درجات الحرارة هذا الصيف، وهو فعلا ما كان، فتعرضت العراق الأربعاء الماضي لعاصفة ترابية غطى خلالها الغبار 6 محافظات بينها العاصمة بغداد، متسببة في تعرض ما يزيد عن 2000 شخص بالاختناق. وهذه العاصفة الترابية تعد السابعة خلال شهر واحد لتدفع السلطات العراقية لإغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين بسبب انعدام الرؤية. وحذر البنك الدولي في نوفمبر الماضي من انخفاض بنسبة 20% من الموارد المائية للعراق بحلول 2050 بسبب التغيرات المناخية. ويعد العراق من الدول الخمسة الأكثر عرضة لتغيير المناخ والتصحر في العالم بسبب تزايد الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية في فصل الصيف. وبالقرب من العراق وتحديدا في الهند، فنشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا ترصد ارتفاع درجات الحرارة مع بداية الموسم الصيفي إلى مستوى عال. وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن صور الأقمار الصناعية تفيد بأن درجات الحرارة في الهند جنونية في بداية الموسم، وسجلت جميع المناطق درجات الحرارة تجاوزت 42 درجة، ودرجة حرارة سطح الأرض 62 درجة مئوية، ولم تشهد الهند هذه الدرجات منذ 122 عام. وأشارت الهيئة إلى أنه بسبب هذا الارتفاع زاد الطلب على الطاقة وانخفض مخزون الفحم، مما جعل البلاد تعاني أسوأ حالة نقص في الكهرباء منذ أكثر من 6 سنوات، بجانب اشتعال الحرائق في الغابات، ووصل عددها إلى 309 حريق وفقا للتقارير الحكومة الهندية في 27 إبريل. وحول تمدد هذا التأثير والارتفاع بدرجات الحرارة على مصر، فقال الدكتور ماهر عزيز استشاري المناخ والخبير البيئي وعضو المجلس العالمي للطاقة في تصريحات خاصة، إن درجات الحرارة العالية مثل الذي شهدتها الهند مؤخرا هي جزء من الطقس السائد منذ قرون، ولكن الجديد في الأمر أن التغيرات المناخية جعلت الأحداث الطبيعية حادة في تأثيرتها. وأشار إلى أن هذه الموجات الحرارية كانت تحدث من قبل ويتعامل معها الناس باعتيادية، ولكن أصبحت الآن أكثر حدة. ووضح أن الموجة الحرارية سوف تصل مصر، لأن الموجات القادمة من الشرق تصل إلى مصر، لكنها ستصل مخففة بعض الشيء وسترفع درجات الحرارة عن المعدلات السنوية. فإذا كانت درجات الحرارة في الهند 60 تصل لمصر من 45 إلى 50 درجة، وهو أمر غير معتاد، لأن درجات الحرارة القصوى بمصر في هذا التوقيت من كل عام هي 36. وبكده تكون انتهت تغطيتنا. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.